أبرز هذه الإجراءات ما يتعلق بضبط الحالة العامة للحركة داخل قطاع غزة، وقد صدر قرارا وينفذ الآن من قبل الجهات التنفيذية، وهذا الإجراء مرتبط بمنع يعني صالات الأفراح من العمل والأسواق الشعبية المركزية والمقاهي وصالات المطاعم، وما في حكم هذه الأمور من أماكن مغلقة تشهد تجمعات كبيرة، الأندية الرياضية، ألعاب الإنترنت وغيرها من الأماكن، وأيضا ما يتعلق بصلاة يوم الجمعة حتى إشعار آخر. ندعو مواطنينا جميعا إلى تخفيف يعني درجة التحرك والخروج من المنزل لجميع المواطنين بشكل عام، ما لم يكن هناك يعني داعي لهذا التحرك، وبخاصة الفئات والشرائح التي سبق وذكرناها من المرضى وكبار السن وأمراض الجهاز التنفسي وضعفي المناعة. تملك المعلومة صحيح. الآن إحنا كل مجموعة تيجي في يوم حجرها لا يسمح بإدخال آخرين إليها، ولذلك بما فيهم حتى فرق طبية من الوزارة تم برضو حجرهم. في ظل الحصار الإسرائيلي الممتد للعام 14 على التوالي، والذي أوجد حالة من العوز المستمر في الأرصدة الدوائية والمستلكات الطبية والتجهيزات الطبية، نحن لدينا إمكانيات متواضعة في التعامل مع هذا الفيروس. قمنا باتخاذ جملة من الإجراءات من أجل التحصين المجتمعي، وأقمنا الحجر الصحي في معبر رفح البري، ثم اتخذنا خطوة المراكز الصحية للحجر العام لكافة العائدين إلى قطاع غزة، وكانت هاتين الحالتين من الحالات المحجورة في داخل المركز الصحي ولم يختلط بالمجتمع بفضل الله، ولم تسجل أي إصابة في داخل المجتمع في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك، نحن نتواصل بشكل مستمر مع كافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية لدعم احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلكات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي، وكذلك أجهزة العناية المركزة ومستلزمات الوقاية ومقومات الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا. معقم انت معقم حالي قبل ما اطلع. صف عقم صف. يعني بمجرد من اللي بنقرا على التلفزيون وغيره للمرض الخطير هذا او الفيروس او جامحه كورونا اللي بنسمع فيها، حبينا انه يعني نتبع التعليمات والاوامر من منظمه الصحه العالميه، من وزاره الصحه، من كل الجهات المختصه بهيك شغله يعني. فعرفنا انه قصه التعقيم اهم شيء، مع عدم التجمهر، مع عدم التجمع، الاشياء هذه. فانا ابتدعت فكره اني اقوم بتعقيم مثلا لبيوت، السيارات، اي حاجه زي هيك، انها تحاول تخفف عبء عنا، او بالاخص يعني قصه ضرر، الحاق ضرر للمواطنين.